صباح الخير لك هيثم، صباح الخير لجميع يلي انضم لمتابعتنا. يعني نحن اليوم نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية. الشعب الفلسطيني يستشيط غضبا بفعل موجة الغلاء التي تجتاح البلاد في الآونة الأخيرة. يعني في الأمس في مدينة الخليل خرج الشبان والأهالي بالمئات إلى الشوارع بعلو الصوت ليرفضوا موجة الغلاء التي تجتاح البلاد. يعني تساؤلات كثيرة، أهي حكومة تفقد السيطرة على موضوع الرقابة على السوق أم هي قيم تحتضر؟ لتفاصيل أكثر راح نكون مع الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ جعفر صدقة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. يعني خلينا نبدأ من ما حدث في الأمس، من حراك بدنا نعيش، لماذا خرج هذا الحراك؟ يعني هو نتيجة لإرهاسات يعني استمرت لفترة ليست بسيطة. تذكرين قبل حوالي 3 شهور أو 4 شهور خرجت يعني الناس بنفس القوة وأيضا في مدينة الخليل احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتم امتصاصها باتفاق على اتخاذ بعض الإجراءات، ولكن حتى الآن يعني لم تنفذ هذه الإجراءات، لم تنعكس أو لم يلمس المواطن أثرها، لأنه قدرة السلطة على تنفيذ ما وقعت عليه أو ما التزمت به هي محدودة للغاية. السلطة لا تستطيع أن تعفي بشكل فوري من الجمارك، نحن مرتبطون بغلاف جمركي مع إسرائيل، وبالتالي صحيح. إسرائيل هي التي تقوم بجباية الجمارك ومن ثم تحويلها إلى السلطة في نهاية كل شهر، وهي لا تعترف بما توقعه السلطة الفلسطينية من اتفاقيات سواء على الصعيد الخارجي أو على مع القوى الاجتماعية المحلية. بالتأكيد يعني، ولربما في هذا الشق تحديدا تضيع الكثير من الأمور. بالعودة للحديث عن موجة الغلاء وتحديدا في السلع الاستهلاكية، ولابد لنا أن نتحدث أيضا عن المحروقات والتي ارتفعت بنسبة ما يقارب 5% في الفترة الأخيرة. ما السبب؟ يعني نحن بالتأكيد مرتبطين بالاقتصاد العالمي، ولكن لماذا الآن؟ العالم كله يعيش أزمة طاقة، صحيح، هناك نقص بالإمدادات، وهناك يعني نشهد منذ منتصف 2020 بعد الموجة الأولى من جائحة كورونا ارتفاع كبير في الطلب، وجاءت الحرب الروسية، الحرب في أوكرانيا لتعطل جزء هام من الإمدادات الروسية، وهي تشكل يعني بحدود 6% من الإمدادات العالمية الصادرات الروسية. فهناك أزمة طاقة في العالم، ونحن نتأثر يعني تحدد أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية أيضا، وإسرائيل طبعا كجزء من غلاف جمركي واحد. ليست المسألة وفق صحيح، نحن يعني نفس الأسعار، نفس الأسعار، هذه مشكلة أخرى، ولكن إسرائيل يعني تحدد الأسعار وبالتالي تنعكس علينا. إسرائيل تحدد الأسعار بناء على تطورات الأسواق العالمية. نعم. يعني بالحديث عن المحروقات لابد لنا أيضا أن نتحدث عن السلع الغذائية، نتحدث عن القمح، حتى عن يعني زيت الذرة، زيت يعني بالعامية زي ما بنحكيها زيت القلي، صفى إنه سعره عم بيرتفع، وحتى بيحكوا لقدام ممكن يختفي من الأسواق زي ما عم بيصير في دول أوروبية. صحيح. مثل ألمانيا، مثل صحيح. يعني مثل كثير من الدول عم تختفي هاي السلع من الأسواق، وعم ترتفع أيضا قيمتها. صحيح. بشكل أولاً عالي وكبير. أولا ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على مختلف السلع، لأنه يعني جزء مهم من مدخلات إنتاج معظم السلع إن لم يكن جميعها، باستثناء يعني حتى السلع الزراعية الطازجة تدخل الطاقة يعني في إنتاجات. هذا أولا. ثانيا أنت بتحكي عن يعني زي أوكرانيا تشكل 80% من صادرات زيت دوار الشمس، هذه الكمية اختفت من الأسواق. بعض الدول التي تنتج زيت النخيل مثل ماليزيا وإندونيسيا حظرت تصديرها إلى الخارج. والسبب؟ إلى الأسواق، لأنه بدها يعني ما في زيت دوار الشمس، وباتت أي دولة أخرى تنتج أيضا فول الصويا. روسيا من أهم منتجين فول الصويا، وبالتالي هذا النوع من الزيوت برضو خف في الأسواق، وصفى الاعتماد على زيت النخيل وأيضا زيت الذرة. وهذه الدول بدأت تحكم عالمي في الاقتصاد، وهناك انعكاسات على جميع الاقتصادات إن كانت قوية
فما بالك اقتصاد ضعيف كاقتصادنا الفلسطيني لا توجد ركائز ليستند عليها. طب نتحدث عن معضلة أخرى التي تواجه أيضا وتضرب لربما في عمق الاقتصاد الفلسطيني، مشكلة الرواتب التي يعني ما تنفك إلا أن تعود جديدا. يعني في الفترات الماضية كنا نتحدث عن أن موضوع المقاصة ومشكلة المقاصة، الآن لا توجد مشكلة مقاصة، لماذا الرواتب متأخرة؟ يعني الناس في غلاء معيشي، الناس معهاش مصاري، في نفس الوقت فيش رواتب، ليه؟ صحيح. تاريخيا المحرك الأساسي للنمو الاقتصاد الفلسطيني الإنفاق العام، إنفاق الحكومي هي أكبر مستهلك للسلع، وأيضا يعني تدفع الرواتب، رواتب حوالي 250 مليون دولار على اقتصاد صغير تحدث حركة هائلة في السوق. صحيح. المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي هو الإنفاق العام، وجزء أساسي من هذا الإنفاق يتعلق هو الرواتب، فاتورة يعني الرواتب، لأنها يعني تضخ في السوق بشكل مباشر بمجرد يعني تقاضي، يعني تضخ سيولة خلينا نحكي في السوق. إذا أنت شايف يعني إحنا مش شايفين الحركة اللي محتاجينها بشكل طبيعي. هذا المورد أو هذا المحرك في النمو الاقتصادي الفلسطيني تعطل أكثر من 10 إلى 15 مرة منذ 1994. صحيح. حتى الآن، وفي 2007-2006 تعطل لمدة 16 شهر. الآن نحن نعيش نعيش هذا الواقع مرة أخرى. صحيح. ولكن إن سمحت لي يعني كخبير اقتصادي، هاي المرة ما هو السبب؟ ما هو سبب تأخير الرواتب هنا في فلسطين، بما أنه لا توجد مشاكل دعم، لا توجد مشاكل مقاصة؟ يعني شو يعني من حق المواطن أن يعرف؟ السلطة الحكومة الفلسطينية تغلبت على احتجاز المقاصة والاقتطاعات من المقاصة والمشاكل المالية مع إسرائيل في السابق، استعانت في بعض الأدوات، منها يعني تسريع مدفوعات المساعدات الخارجية، المنح الخارجية أو زيادتها، واللجوء إلى الاقتراض من البنوك لجسر الفجوة إلى حين حل المشكلة. الآن هناك الموضوع معاكس تماما، المقاصة تسير بشكل جيد، حتى أن هناك في السنوات الأخيرة هناك بعض ارتفاع في قيمة المقاصة، لا تتأخر يعني عمليا ما في تأخير، ولكن هناك اولا هناك مشاكل داخليه لربما ايضا الموضوع ليس عند ليس الحكومه فقط ليس فقط مشاكل داخليه. نعم. الان هناك المساعدات الخارجيه قريبه من الصفر، لا يوجد مساعدات خارجيه لا عربيه ولا اوروبيه ولا اجنبيه، صفر. القدره على الائتمان من البنوك وصلت الى السقف الاعلى، ما في امكانيه، حتى اذون الصرف لموردي القطاع الخاص بطلت تقبلها البنوك اللي مدتها 180 يوم، بطلت تعطي أي تسهيلات لا مباشرة ولا غير مباشرة للحكومة. يضاف إلى ذلك أنه الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة عم بتزيد. صحيح. وفيش إشي يعوضها، ما في إشي يعوضها، إضافة لما تحدثي عنه من مناكفات داخلية. لربما هناك نحن مناكفات نعيش داخلية. ولكن لديك الوقت يعني اعذرني على المقاطعة، ولكن في نهاية لقائنا مع حضرتك يعني أود أن أسألك سؤال آخر، لماذا يعني يد الحكومة لا تطال من يتلاعب بالأسعار، من يقوم يعني خداع المواطن بلعب بالأسعار، بعيدا عن الحديث عن الأجهزة الرقابية أو المؤسسات الرقابية كحماية المستهلك، لأنه نحن لا نتحدث عن جهة تنفيذية، الحكومة هي الجهة التنفيذية باقتضاب إن سمحت. باختصار شديد هناك ثلاث أسباب يعني تحد من قدرة السلطة على السيطرة على الأسواق. السبب الأول هي ضعف يعني غياب أي إمكانية لتقديم دعم للسلع الأساسية، هذا أولا. ثانيا عدم القدرة على التحرك خارج مراكز المدن بسبب وجود تصنيفات A و B و G وإلى آخره، وبالتالي بحاجة إلى تنسيق للخروج. والسبب الثالث هو يعني انهيار الثقة بشكل تام من قبل ثقة المواطن بالحكومة. في السلطة هذه تجمعت كلها يعني تجعل من إمكانية سيطرة السلطة أو التأثير سيكون هناك تصعيد من قبل الشعب الفلسطيني. تتوقع تقرأ مشهد يعني قريب مثلا إذا بما يتعلق بالغلاء المعيشي؟ أعتقد أن الضغوط يعني بدأت تخرج عن السيطرة وقدرة الناس على الاحتمال، وبالتالي ربما خلال الأيام القادمة أو الفترة القادمة لن يجد الناس إلى سوى الشارع من ملاذ للتعبير عن هذا الغضب. شكرا جزيلا لحضرتك الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ جعفر صدقة على جل هذه المعلومات. يعني لهون بتنتهي فقرتنا من رام الله من دوار المنارة، وحديثنا عن الغلاء المعيشي والموجة الكبيرة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.